للتعرف على يعني ايه اخر المستجدات. دكتور ايمن الرقب استاذ العلوم السياسيه، دكتور اين نحن الان في المفاوضات حول التهدئه؟ بداية تحية لك أستاذ لميس ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا أنا أعتقد أن نحن يجب أن نكون متفائلين، لأن كل الأطراف اليوم لديهم إرادة ورغبة في الوصول إلى اتفاق هذه المرة قبل شهر رمضان. لو تحدثنا أولا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تلعب دور في الضغط على كل الأطراف للوصول إلى اتفاق، وهناك مكالمة بين الرئيس بايدن للرئيس المصري وكذلك إلى الأمير القطري. هناك أيضا طبعا حراك تشهده العاصمة واشنطن في محاولة للوصول إلى تهدئة. أضف إلى ذلك أن الاحتلال هو معني بالتهدئة، الشعب الفلسطيني معني بالتهدئة، ودول إقليمية وعربية معنية بالتهدئة. كل هذه الجهود تبذل للوصول إلى اتفاق، لكن من يضع كلما اقتربنا من الوصول إلى اتفاق بصراحة ليست المقاومة التي تفسد ذلك، الاحتلال هو الذي يفسد ذلك، نتنياهو بالتحديد. نتنياهو خلال 48 ساعة الماضية طلب لأول مرة، لم يكن هذا في إطار باريس، طلب أسماء الأسرى الإسرائيليين والثمن المطلوب في المرحلة القادمة. يعني نحن لسه لم ننتهي من المرحلة الأولى من إطار باريس، ويريد أن يقفز على المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. وبنعرف أنه إطار باريس دمج إلى مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل عندما تم الاتفاق على أن تشمل المرحلة الأولى المجندات الإسرائيلية. لكن أنا أعتقد هناك ملفات مهمة تم إنجازها، قرابة 4 إلى 5 ملفات. أولها ملف إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي من فات النساء والأطفال والرجال البالغين في السن فوق 60 عاما، وكذلك المجندات وبحسابات أرقام. طبعا كان هناك مرونة بصراحة عالية من المقاومة، وفوضت القيادة المصرية بالإكمال هذه الرؤية والحسابات. بعد أن تم حسابات بناء الأطفال والنساء على 1 مقابل 3، الرجال الطالعين في السن 1 مقابل 15، والمجندات 1 مقابل 21، فكان الإجمالي 404 أسير فلسطيني مقابل 40 أسير وأسير إسرائيلي، أضف إلى ذلك 40 يوم كل يوم بأسيرة. هذه الأمور تم تجاوزها. كذلك ملف انسحاب الاحتلال من عمق المدن بدل من انسحاب من كل قطاع غزة في المرحلة الأولى. كذلك تم الاتفاق على موضوع إدخال المساعدات بقيمة 500 شاحنة يوميا خلال فترة الهدنة. تم الاتفاق طبعا على، أضف إلى ذلك، السماح للنازحين في رفح بالعودة إلى مناطق سكنهم من الشمال حتى الوسط وخان يونس، من النساء والأطفال طبعا دون 16 عاما، والرجال سيتم إخلاهم في معسكرة ستبنى على بحر يمتد من رفح حتى مشارف مدينة غزة نطلق عليه نحن في غزة الشيخ عجلين. وهذا أعتقد أستاذ الميت لأن الاحتلال أيضا يستعد لاحقا لاجتياح رفح. وهو ده سؤال مهم، هل هذه الهدنة تعني عدم اجتياح رفح، أم أن قضية اجتياح رفح دي مسلم بها ويعني مفروغ منها كما نقول؟ بصراحة حاولت المقاومة أن يكون هناك في فترة المفاوضات خلال 24 ساعة الماضية أن يكون بعد ذلك وقف للحرب بشكل متدرج وعدم الذهاب إلى اجتياح رفح، لكن الاحتلال لا يريد أن يعطي وعدا لذلك، لا للوسطاء ولا حتى، وأنا لا أعتبر مصر وسيط، مصر شريك معنا في هذا الأمر، لكن أيضا لا يريد أن يعطي للولايات المتحدة الأمريكية وعدا. بالعكس التحريض أن آخر قوة للمقاومة هي في رفح كما جرى في مستشفى الشفاء، وبالتالي كل الأطراف أصبحوا فقط يحتاجوا الآن إلى هدنة خلال شهر رمضان، لأنه يدرك أن القيم تتغير في شهر رمضان، خاصة القيم الدينية قد ترتفع وترتد، وهذا يعني تسخين الجبهات بشكل كبير جدا. لذلك الكل معني أن يكون شهر رمضان هو شهر تعبد وليس شهر تصعيد دموي. دكتور أيمن، يعني إذا نتوقع إيه؟ نتوقع أن إحنا هندخل يعني كل أملنا أنه رمضان يعدي على غزة سالما آمنا، يعني هل نقدر نعمل ده؟ نتوقع الدخول في الهدنة إمتى؟ يعني أنا أتوقع بمتابعتي الشخصية أننا قد نشهد هدنة خلال، طبعا بحد أقصى يعلن عن بدء في تنفيذها يوم الجمعة بشكل طبيعي، قد يعلن عنها غدا أو بشكل عام أن الأمور قد نضجت. الاحتلال يحتاج إلى يومين طبعا للتصويت في حكومته على هذا الأمر البدء في التنفيذ، قد يعلن عن التنفيذ الفعلي يوم الجمعة. بنعرف أنه يوم شهر رمضان قد يبدأ شهر يوم الأحد القادم، وبالتالي نتمنى أن تكون وصلنا لهذه إلى رمضان وقد دخلنا بالفعل في الهدنة. أنا متفائل بصراحة في هذا الأمر. يا رب أتمنى أنه يعني نحمل نفس التفاؤل. شكرا دكتور أيمن الرقبة أستاذ العلوم السياسية.